كيجي تجسيد هذه الوقفة اليوم بعد ما استنفذنا جميع المساعي الحميدة من أجل أننا نلقاو شي مخرج لتجنب هذا الإضراب، إلا أن لحد الساعة ما كاينش شي تصور أو شي استجابة حقيقية للمطالب ديال المهنيين، مما جعلنا أننا نجسد هذا الإضراب ابتداء من اليوم والممتد ل 72 ساعة قابلة للتجديد. أسباب عدة وعلى رأسها الارتفاع المهول لسعر المحروقات، وكذلك عدم استجابة الجهات المسؤولة لطلب تحديد الحمولة من المنبع، اللي كيشكل واحد الخطورة كبيرة على المهنيين، رغم أن القانون المنظم للمقاليع يؤكد على ضرورة أن تتوفر في المقاليع موازين لتحديد الحمولة، إلا أن لا شيء من هذا على أرض الواقع، فيما يتم وزن الشاحنات بعد خروجها من المقالع. خلال اللقاء اللي جمعنا مع السيد الوزير أكدنا على أننا أمام حكومة سياسية التي تتوفر على صلاحيات واسعة، هذه الصلاحيات بإمكانها أن تستخدمها في إيجاد حل ناجع للحد من الارتفاع المهول للمحروقات، ونقول بأنه إذا كانت هذه الزيادة في المحروقات شر لابد منه، فبإمكان الحكومة أن تتخذ بعض الإجراءات الموازية من أجل التخفيف من حدة هذا الارتفاع المهول على القطاع. فالميناء ديال الجرف الصفر متوقف بشكل نهائي، كذلك بعض الأماكن بعض المدن فكذلك متوقفة بشكل نهائي فيما يتعلق بالنقل الطرقي للبضائع. بعض القطاعات تتفاوت نسبة الانخراط في هذا الإضراب هذا، رغم أننا احنا في البلاغ نؤكد على أن البداية ديال هذا الإضراب ابتداء من الاثنين، وإن شاء الله احنا بقدر ما نطلب من المهنيين الانخراط بكثافة في هذا المحطة النضالية المفصلية دفاعا عن مصالحهم المشروعة، بقدر ما نؤكد ونجدد التأكيد على أن الحكومة يجب أن تجد حلا وأن تستجيب لمطالب المهنيين من أجل نزع فديل الاحتقان الذي يعاني منه القطاع. سي أخ النوش حنا كما كنعرفوه رئيس الحكومة المغربية، وسي أخ النوش حنا كنتمنوا ليه النجاح، لأن النجاح في المهمة ديالو هو نجاح للوطن والمواطنين، والوطن للجميع والوطن فوق الجميع. نطلب من السيد عزيز أخ النوش ونقول له الله يكثر خيرك، الله يجازيك بخير باعتبارك رئيس الحكومة، وحكومتك حكومة سياسية، والحكومة السياسية لديها الآليات الكافية والكاملة من أجل التقاط الإشارات ديال المهنيين والاستجابة إليها، وعلى رأسها أنه يعمل كل ما يراه مناسبا من أجل تخفيض ثمن المحروقات والاستجابة لباقي الملف المطلوب. درنا هذه الوقفة اليوم كحنا مهنيين اللي كيخول علينا الدستور، بأن كأنا مهني كنتأثر بهذا الغلاء ديال المحروقات والمشاكل اللي عندنا كنعيشوها كحنا مهنيين بالنسبة جميع الموانئ في المغرب بهذا كثرة الازدحام، وكنطلبوا بحل في هذا المشكل ديال الغازوال اللي طلع الاسعار ديالو، وحنا ما بقيناش كنخرجوا في الترونسبور ديالنا. كأنا مهني 32 عام في هذه الحرفة، خدمت سائق ودابا رب شاحنة، كيجي الانسان اللي كيدير هذه الحرفة وكيدخل بواحد 60 مليون ولا 70 مليون ولا 100 مليون، ودابا الا بغى ينسحب كيخرج طويل. الانسان دابا كيدير فواياج، نعطيك كمثال، من الدار البيضاء لكادير ب 4000 درهم، وكيدير 4000 درهم ديال المازوت وزياده على لوطوروت 500 درهم، خصو يكمل من جيبه. حنا كنطلبوا وزير النقل باش يدير حل لهاد المهنيين. السعر ديال الغازوال اللي تزاد دابا بالنسبه راه ماشي في محله، وهادشي كامل غير في الهلاك ديال المواطن، وغير من وهادشي كلشي كيرجع للسائق المهني اللي كدور عليه العجله ديال الاقتصاد ديال العالم كامل. وخص رئيس الحكومه خصو يشوف من حال السائق المهني بزاف، وبالنسبه للترونسبورتورات
كاين اللي عنده جوج شاحنات، كاين اللي عنده ثلاثه. اما بالنسبه اللي عنده 40 شاحنه 50 شاحنه راه ما عمره غادي يبان ليه الاضراب، راه عنده عادي، راه موقف اربعه ولا خمسه و30 كاميو راه خدامه، والناس راه ما كتتحدش. خاص النقابيين كاملين يتحدوا فهاد النقطه ديال السعر ديال الغازوال اللي زي طالع، راه طلع واحد طلعه اش غادي نقول لك، راه ما شاء الله وصافي ما شاء الله، الله يدير شي تاويل. وكنشوفوا بغض النظر رئيس الحكومه يشوف من جهه المهني، يشوف فيه بزاف السعر ديال الغازوال باش طلع كيؤدي ضرر للمهني. بالنسبه كاين الشيفور مسكين منه خلص تريته منه باش غادي يتقدى، بزاف الحوايج بزاف الحوايج. راه الاغلبيه الشيفور باش عايش مسكين، راه باش عايش، راه عنده لا كان الا كان السالير ديالو 3500، اشنو هي 3500؟ اش غادي دير ليه؟ خلص تريته، خلص هذه، خلص هذه. الغازوال الا طاح غادي طيح المواد ديال هادشي ديال المواد الغذائيه، ما حدو غادي كيطلع، راه مازال زيد غير حتى المواد الغذائيه راه غادي تطلع. بالنسبه دابا للطحين، دابا راك شتي دابا القنطار ديال القمح، دابا عرفتي فاش وصل؟ راه وصل 65000 فرانك. اش الدرويش مسكين باقي غادي ياخذو؟ الدرويش راه ما بقاش كياخذ حتى اللحم حتى الدجاج، ما بقاش كياخذو. الناس راه كاين واحد الطبقه، اش غادي نقول لك، الطبقه هاد الشراء عايشه غير بالخبز واتاي. وما بالوك وما بالوك، ما كاينلاش نبقاو الرئيس الحكومه هو يحاول بما امكن يلبي الطلبات للسائق المهني ولي ترونسبورتور اللي هازين الاقتصاد ديال العالم كامل.